السلام دري معكم او بالفيديو جديد. رجعت لكم في فيديو جديد في طوفيس. ان شاء الله دري في هذا الفيديو نقارنوا بين كاب جاش وكاب ريسكي، نقارنوهم بكا، نحاول نشرح لكم شي لعيبات وبلا ما نطول عليكم. ديروا لايك تابونا ويلا نبداو ليتس جو. المهم الدراري نقارنوا كاب ريسكي واحد دوماج وسور مع كاب جاش واحد دوماج ديستونس، ونقارنوا في الاخر نقول واش كاب جاش يستاهل البرايس ديالو. قبل الدراري ما نبداو سولت دري في ديسكورد ودري في انستغرام، قلت لهم الى حيدنا كاب ريسكي ودانا كاب جاش شحال يتزاد ديال الروكس. وريت لهم لي ديكا، وريت لهم البوست لي ديال الكرا، وغنخليكم مع شنو قالوا الدراري في ديسكورد ونرجعوا. دراري غنسولكم دابا، سول بلا ما تعاود. دابا شنو كتخيلوا فاش غادي نحيدوا مثلا كاب ريسكي وغادي نزيدوا كاب جاش شحال يتزاد ديال الروكس؟ انا نعطيكم واحد المثال وقولوا لي انتم شحال. نقول لكم مثلا كاب ريسكي اشنو كيضرب بواحد السور مثلا، وغتقولوا لي انتم شحال مثلا غيضرب كاب جاش. كل واحد يقول لي غير شنو كيتخايل، فهمتي؟ غير ديك الايماجيناسيون ديالو. دابا هادي كابريسكي ياك، كابريسكي الا درنا كاب جاش شحال تولي ديال الروكس؟ نحيدو ريسكي نديرو جاش، تولي لك شي 1600 1700. اوكي انت قلت شنو قال؟ 1500. اوكي يلا شنو قال؟ كملوا. دابا هادشي راه كنريكورد غادي نستعملو في واحد الفيديو. اوكي هادي بريسكي ياك. بريسكي يلا 1600 ريسكي 1100. الور الصاد الزاد الصاد 250 طبطو لي 200. اوكي كيما كتشوف الدراري هادشي اللي قالو الدراري في ديسكورد، شي واحد قال 500 واحد 400 واحد 250، وشاف انستغرام تقريبا هادشي اللي قالو الدراري، كان واحد قال 400 واحد 300 هادشي اللي قالو تقريبا. اوكي ندخلو دابا الدراري بكاب ريسكي نتيستاو. اول حاجه الدراري غنحاولو نشارجيو التيركواز. كيما كتعرفو الدراري التيركواز كتزيد واحد الدوماج فينو على كل مره كدير كريش، كتبقى معاك ترواتور ديك الدوماج فينو، يعني ممكن توصل 10 ديال لي دوماج فينو. اوكي غنحاولو نشارجيو التيركواز عاد نبداو بالروكس، باش كل واحد نعطيه حقه. اوكي غنتبلاصا وانا التور غنتبوستاو وغنكملو لاشارج ديال التيركواز. رجعي عاد نضربو. اوكي كما كتشوفوا عندنا هنا 10 ديال لي دوماج فينو، 6 فتور و 4 فتور. نحاولو الدرين اكتيفيو طاشتي، حتى كنضرب عاد طاشتي كتاكتيفا، طاشتي زدت لينا 20 دوماج في كلشي. اوكي دابا غنشوفو الروكس. نحاول الدرين نخليكم في المونتاج كل سوق شحال ضربات، شحال كتقدر تضرب باش تشوفو كلشي دقة واحدة بكابريسكي. كما كتشوفو الدراري الصورة الاير 1095، لاو 1237، الف 1290، وعندنا الترجيجمو 1905، وعندنا الصوغ اللي فيها جوج ديال لي زيليمون الايرو الف 1674. كما كتشوفوا هذا هو الروكس الدراري. عاود ناكتيفيو نشوفو التيركواز واش اوكي باقي مشارجيو. كما كتشوفوا الدراري هذا هو الروكس. هذا هو الروكس بكابريسكي. دابا الدراري غنتيستيو بجاج. ممكن ما كتشوف الدرب بعدا لي جيت هما هادو، ما وريتكمش لي جيت، نحاول نوريكم لي جيت. لي جيت هما هادو، حيد عليا هادشي باش تشوفو مزيان. لي جيت هما هادو، لي جيت مزيانين كيما كتشوفو. هذا زيد في دوكريتش، جيت الماكس في الروكس. كابريسكي هو هادا، انا واحد اكزوبيرو، باتكريف جوج ديال لي دوماج جوسور. ريجيت جوج ديال لي دوماج جوسور، باتكريف جوج ديال لي دوماج جوسور. عندنا هنا دراكوف مساكريش، كتخفي 28 بويسونس ناقص واحد جوج بويسونس، المهم فيه بيع. الكوكيلت الدراري كوكيلت عادية، ما درناش كوكيلت ليجوندير. الكوكيلت ليجوندير كتبقى تنقص لينا في الديبار، خصنا حتى نقتلو عاد تزيدنا، وما غاديش تنفعنا في بوتش. هي كتنفعنا في لي كومبا اللي تكون فيهم لي فاك اللعيباش. اوكي الدراري دابا نتيستيو كاب جاش، نشارجيو التيركواز. حيت في الدونجو كتكون مشارجية عندك، مكتكون كتبيع لي في النيضات ولا كتكون لعب شي طروا ديال لي تور يعني مشارجية، وكل تور كيبقى معاك لاشارج ديالها. داكشي اللي كيمشي في التور اللي فايت كترجعو في التور اللي موراه بالضراب اللي كدير. اوكي نتبوستا مشارجيو التيركواز فيت في. اوكي عندنا هنا مشارجية كيما كتشوفو، ناقصة هنا وحدة،
نكمل وانا اكشيفي الطاشتي في نفس الوقت. كملنا واحدة اللي نقصانا واكشيفينا الطاشتي. ليتس جو. دابا غنبداو. كما كتشوفوا عندنا هنا 1156 هنا 1310 ولو نضربو اوكي 1311 عندنا هنا 1432 عندنا 1343 بخير. نعاود ناكتيفيوها عاوتاني الطاش تي اكتيفو الطاش تي تاني ونتيستيو دابا التير 1934 وما داير روكس ما تيكونش بحال ديما هكا مرات تيكون طالع الماكس مرات تيكون نازل شي شويه المهم تيكون بين داكشي اللي عندنا في ليكرو. اوكي هنا 1755 يعني بخير كما شفتوا تقريبا في الاير عندنا فرق 61 في الاو 73 في الف 82 في التير 97 وفي الف والاير الصوغ اللي فيها جوج ديال لي زيليمون 81 يعني الدراري قالوا 400 قالوا 200 قالوا 500 وفي الاخر كان غير 61 اكبر صوغ كان 97 يعني واش هاد الفرق هذا يستاهل عليك ابشاج. اول حاجه الدراري لوبتيميزاسيون هي كتوصل لك للروكس ديالك الماكس فيه يعني داك الروكس الاخراني كتوصلو واخا تكون زايده غير 50 60 يقدر ديك 60 الاخراني تكون غاليه باش انك تزيدها في ستاف يعني خصك دير مثلا دو بورسون دير الدري بحال هاد البوط اللي فيه دو بورسون تبقى داير 20 ام فلاش دي في ولا 30 ام واخا في الاخر يزيد غير واحد 10 ديال 10 في كل ضربه ماكسيموم 11 بحال 12 يعني تخلص الثمن كامل في الاخر يزيدك مثلا 10 ولا 12 حيت دو بورسون تقدر قاعد دير واحد بورسو يطيح عليك غير بدو ام 5 ولا 3 ام ولكن الدراري داك الاوبتيميزاسيون الاخرى كتكون غالي باش انك توصل ليها مثلا كوكيت لي جوندير زيد غير 5 ديال لي دوماج فينو من بعد ما كتقتل لي مونستر وساويه 30 ام يعني واش ديك 5 دوماج فينو ساويه 30 ام. ثاني حاجه الدراري جاج شحال ما ضربتي بزاف شحال ما كيزيدك بزاف مثلا الا كنتي كتضرب مثلا 2000 ما غاديش يزيدك مثلا 61 ولا 97 في الضربه كما شفتو قبيله يزيد كثر يقدر يزيدك 180 يقدر يوصل معاك 200 يعني كتضرب 3000 غيزيد كثر كتضرب 4000 غيزيد كثر يعني شحال ما انت كتروكسي بزاف ما هو كيزيد كثر بحال مثلا الا جينا نشوفوا الروبلارد البومب ديالو مثلا كتضرب 6000 5000 يعني الروبلارد ما غادي يزيدش هذا الروكس هذا يقدر يزيد له الروبلارد كثر يزيد ليه 500 يعني كبجا شحال ما كتروكسي بزاف شحال ما هو غيزيدك بزاف. ثالث حاجه الدراري هي الكرا مثلا راه كيضرب بعض المرات مثلا في النضاصه كيضرب بعض المرات الا زادوا الانتروف البي يعني تقدر يضرب بعض ديال لي صوغ ديال 4 بي يعني مثلا كل صوغ الا تزادت مثلا في هذه 90 وهذه 70 وهذه 80 باش كتجمعهم كاملين يقدر في التور واحده كتزاد 300 في التوتال 300 في التوتال يعني في الضرابي كامل ماشي في ضربه واحده ولا 400 وهذا الشيء اللي كان في 4 ديال في 3 ديال ليكرا يعني ممكن تزاد في التوتال 1000 ولا اكثر انا كيجينا الدريجاج كيستاهل الثمن ديالو فريمون كينفع كيخليك تلعب مرتاح شحال ما كنتي اوبتيميزي شحال ما كتلعب مرتاح ولكن ماشي ضروري مثلا في الفيديو ديال النضاس بحال في الفيديو اللي قبل من هذا اللي كان واحد قال لي لا راه داك الروكس اللي كتضرب انت راه ما لابسش كابريسكي راه لابس كابجاج وكتضحك على الدراري كتكيدهم حيت داك الروكس عندك راه بزاف دابا هو في نظره كيتخيل كابجاج كتزيد 1000 ولا ما عرف شحال كيتخيل راسو كتزيد الكبجاج يعني كبجاج زوينه ولكن ماشي ضروريه هي زوينه تكون عندك كتكون اوبتيميزي كتلعب مرتاح اكثر يعني تقدر تجرب كابريسكي ولكن حتى ستاف ديالك يكونوا لجد زوينين بحال دابا هنا يكونوا مثلا غير واحد دوماج وصوغ على الاقل واحد دوماج وصوغ هنا واحد دوماج وصوغ هنا واحد دوماج وصوغ هنا مثلا وجي تكون نقي مثلا جات كيزيد مثلا 60 اجي تكون ناقصه وحده ولا جوج ماشي ناقصه مثلا 5 ولا 6 لي دوماج مثلا يكونوا الماكس في لي دوماج الماكس في لي دوماج في الدوكريش الماكس في الكريش الا كتنقص تكون ناقصه 1 2 3 يعني باش تجرب كابريسكو وتكون مرجع ماشي عندك زيد انت ناقصه فيه 4 هنا ناقصه 5 هنا 6 هنا 7 يعني في الاخر كتلقى ناقصك واحد بزاف يعني ما يمكنلكش تقارنه مع هاد ستو. وهذا هو الفيديو اليوم الدراري الا بغيتو نتيستيو كابجاج في شي بيرسوناج اخر روبلارد ولا في ساكري المهم ديروا الماكس ديال لي لايك وان شاء الله غادي نديروا مثلا تيستيو جاج مثلا في يوب تشوف مثلا كيضرب كولير بزاف
يقدر جاش يزيدنا 2000 ولا ما عرفش. مهم نخليوا هادشي في الكومنتير لو داك الشي حتى تشوف الفيديو وتحكموا تعرفوا بالضبط شحال زاد مثلا اليوم، حيت شحال ما ضربتي بزاف شحال ما كيزيدك بزاف. يعني الا كان داك البيرسوناج كيزلع ودرتي لي كابجاش غيزيد يزلع اكثر. وهذا الدراري الفيديو اليوم، لعجبكم الفيديو ديروا لايك تابوناو ويلا دريت الله، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. وبيس اند لوف.